السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختكم نينا من قسنطينة. حبيت نجاوب على الأخ مكرك على الفيديو اللي جاوب بها على آخر واحدة من لي فيديو تاعي اللي جاوبتو فيها على موضوع تربية المجتمع. وفي الفيديو تاعو سأل على ولا حاب يفتح الحوار على المؤسسة الدينية، لأن أنا قلت بلي ما كانش مؤسسة دينية فعلية، إنما هي فقط مؤسسة صورية، ولهذا ما تقدر لا تنجح لا تفشل. وتكلم ثاني على الحجاب، فنحاول نجاوبه من وجهة نظري على هذه النقاط هذه. بالنسبة للمؤسسة الدينية خويا، خلينا نحلو الأمور. ما هو الممثل لهذه المؤسسة الدينية في الجزائر؟ عندك 3 حوايج: عندك الوزارة، وزارة الشؤون الدينية، عندك المسجد، وعندك وزارة التربية اللي مازال كاينة مادة تدرس في المدرسة الابتدائية المتوسط وفي الثانوية حتى السنة الثانية، مانيش عارفة إذا تغيرت الأمور، اللي هي التربية الإسلامية. التربية الإسلامية تدرس بالتدرج من الابتدائي، نبداو نتعلموا الصلاة، نهضروا على الأخلاق إلى آخره، حتى نوصلوا يعني في الثانوية نهضروا على أمور شرعية، على نديروا بحوث على الميراث، على الطلاق، على يعني قضايا يعني أكثر تعقيدا من ناحية شرعية. وفي المختلف في الشعب الثلاثة هذه اللي تمثل بشكل عام الوجود الديني الرسمي في الجزائر، كما تلاحظ خويا ما كان حتى استقلالية عن الدولة. يعني وزارة الشؤون الدينية كل أعضائها معينون من طرف الحكومة. المسجد، ما نعرفش إذا سمعت خويا، أخيرا حتى الأئمة تاع المساجد هم معينون من طرف الدولة، موظفون يعني سي دي سالاريي، كي حتى دروس الجمعة تاعهم، هذيك الخطب تاع الجمعة تتبعث لهم تقريبا من الوزارة. ما عندهم حتى حرية في المسجد تاعهم ولا حاجة. والتربية الإسلامية اللي تدرس بالطبع هي وزارة الشؤون الدينية ووزارة التعليم والتربية، هي اللي تشكل هذا البرنامج. فباش نهضروا على مؤسسة تنجح ولا تخسر، لازم تقيس هذا الشيء بنسبة الحرية تاعها، خاصة كي يعود الأمر يتعلق بالدين. يعني الدين اللي الحاكم هو اللي يعني يملو بالفاصلة وبالنقطة، ما تقدرش تقول بلي هناك حرية، وما تقدرش تقيم هذه المؤسسة بمعزل عن تقييمك للحاكم. وإحنا كما عم بالك انايا وبزاف الناس رانا ننتقدوا اصلا في الحاكم، احنا رانا نقولوا باللي المشكل هو في النظام هذا اللي راهو حاكم في الجزائر. ففي العوض اللي نتهجم على الوزارة اكس والوزارة ايغريك، انا نروح للاصل، للمصدر، للنظام اللي عين هو الوزارة اكس وايغريك، والا راك تربش في الواد وتنسى النهر. انا بالنسبه لي اشوف الامور كي من هكا. سالت ثاني كي قلت لي ما فهمتش وش هي العلاقه ما بين قله المصلين في الثمانينات والسبعينات وتاثير المسجد عليهم. علاقه رياضيه اخيره، علاقه علاقه او داله خطيه. استاذ، اذا المسجد يجيو ليك يجيو يصليو فيه 10 عباد، راك تاثر على 10 عباد. اذا يجيو لك 100 تاثر على 100، واذا يجيوك 100 ألف عبد راك تاثر على 100 ألف عبد. هذه هي. اذا في السبعينات والثمانينات كي يجيو ناس مصلين معظمهم شيوخ كبار، واش راح تاثر عليهم؟ واش راح تاثر عليهم؟ تاثر عليهم تاع
طريقة جد بسيطة، ناس كبار يجيو هما يحضروا في الآخر أكثر من الدنيا، ماشي هما الفعالين في المجتمع. الفعال في المجتمع هما الشباب والناس اللي في عمرهم ما بين 30 و 50، استدير الناس اللي يخدموا لأنهم في الحياة الحياة العملية، الناس اللي يخدموا يسون دون لا في بروفيسيونيل دون لا في اكتيف، هادو هما اللي تقدر تأثر بيهم ومن خلالهم على المجتمع. أقل ولات الأطفال، بصح لا كيما نبان لك خويا، يعني في الثمانينات والسبعينات كانت زيارة المسجد خفيفة جدا، دوك كثروا المصلين. بصح لازم نحلو مرة ثانية، شكون اللي يروح يصلي في المسجد؟ عندك زوج من العباد، عندك ناس يروحوا غير نهار الجمعة. واسمح لي خويا، انا ما نمنش بلي خطبة الجمعة هي اللي تقدر تأثر في اخلاق الانسان. انسان باش فعلا الدين يأثر على سلوكه وعلى حياته العامة الى اخره، لازم اول حاجة يقوم بصلاة الخمس. اسمح لي، مانيش نحكم على الناس ما يصلي وش ما يصلي، وانا اصلا بون ما نحطش روحي في هذا الاساس، بل كان بعد مانيش قايمه بصلاه ولا حاجه. انا نحاول نحل الامور بطريقه علميه باش تاثر على انسان من خلال المسجد. لازم يزور المسجد 5 مرات في النهار، ولا على الاقل مره زوج في النهار كل نهار. هذه هي، ولازم يحضر حلقات، لازم يحضر، لازم يقرأ قرآن، لازم استجي. صلاة الجمعة وحدها وخطبتين الجمعة مرة في السمانة ماهيش حتأثر بزاف على الناس. والدليل على انه بزاف ناس نعرفوهم في الجزائر يروحوا يصليوا الجمعة، يخرج من الجمعة في السمانة يرتكب السرقة والرشوة ومانيش عارفة واش، ونهار الجمعة يروح يصلي الجمعة، ما كانش تأثير فاعل. ثانيا، المسجد اللي يقوم ما يقوم بدور غير انك تروح تصلي فيه وتخرج، هذا ماشي مسجد فعال بالنسبة ليا. علاه بكري المساجد بكري قبل الاستعمار، خاطر مش الاستعمار الفرنسي كسر المؤسسة الدينية في الجزائر، وجامعة العلماء المسلمين حاولت تعاود تبني هاد المؤسسة هذه، وللأسف هي بعد لا ايتي كورومبي، هي بعد دخلها الفساد، والمؤسسة الدينية دخلت تحت راية الدولة وما بقاتش عندها حرية ولا أي دور. بالنسبة لي تهدر على جامعة إسلامية بقسنطينة، الجامعة الإسلامية في قسنطينة راهي في تقريبا في حرب سياسية. علاش؟ لأنه كاين بزاف ناس اللي حابين يدخلوا المواد العلمية والمنهج العلمي في التعليم في الجامعة الإسلامية، والحكم راهو ضد هذا الشيء. علاش؟ ماذا بهم هما الناس كي تعلموا الشريعة يتعلموها كي الببغاء كيما في اللوحة تاع جد 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 جدي، استاذ تجي تحفظ القرآن وتخرج كيما في الكتاب. وكاين ناس ولازم نقولوا بلي كاين ناس بزاف اللي من التيار الاسلامي اللي يحبوا يطوروا المؤسسه الجامعه الاسلاميه تاع قسنطينه ويخليوها جامعه اسلاميه علميه، ماشي غير تروح تقرا القران والشريعه الى اخره فيها، ولكن تقرا ثاني الرياضيات، علم الفلك الى اخره. وكاين يعني كيف نقولوا، يعني كاين مد وجزر في الجامعه الاسلاميه تاع قسنطينه. انا واحده من الناس نتمنى انه مش غير الناس اللي قراو تربيه اسلاميه اللي قراو في الجامعه الاسلاميه، كنت نتمنى انه الناس يقراو فيزياء يقدروا يقراو في الجامعه الاسلاميه، الناس اللي قراو رياضيات، اللي قراو طب، اللي قراو باش فعلا الفكر الاسلامي اثر على المجتمع. لازم يقراوه الناس اللي يمارسوا مختلف المهن، ماشي غير اللي قريب بعيد. خاطر مش دوكا شكون اللي يقرا في الجامعة الإسلامية؟ يقراو فيها طلبة، وش المهنة الوحيدة اللي يقدروا يمارسوها بعد الدبلوم بتاعهم؟ هي التدريس، ولا بلك يكونوا أئمة في المساجد. وهذا الشيء يعني منحصر جدا، خطر ماش كي يروحوا للمدرسة راحين يعطيو لهم برنامج ما عندهم حتى اجتهاد هما، وكي يروحوا للمسجد كيما قلت لك خطبة الجمعة تجيهم من الوزارة.
وراه الفكر، وراه وراه التطور، وراه الانسان اللي يقرا الشريعه تاع بكري ويشوف المجتمع تاع دوك ويحاول يبدع في ميدان الشريعه، في ميدان الفلسفه، في ميدان كانش قليل. اذا في هذا الشيء كما راك المؤسسه سوريه، انا مازلت يعني مقتنعه بهذه الفكره، المؤسسه سوريه يعني منحصرة تماما تحت جبة الحكم، ما كان حتى مجال اوكين مارج دو مانوفر. وثالث حاجة ما كانش تطوير في الفكر، علاه؟ لأنه ما كانش منهج علمي، وما كانش منبع جديد، لأن نظن باللي الناس اللي يقدروا يزيدوا في الشريعة ويزيدوا في الفكر الإسلامي هم الناس اللي مارسوا مختلف المهن، خاصة الطب، كي تعود عندك طب شرعي، فكر عن الليتيك في المجال العلمي، الطب في مجال الطب، في مجال لا بيوتكنولوجي الى اخره، ثم يكون عندك فكر جديد. احنا الناس اللي يروحوا يقراوا شريعه هما الناس يجوا من الشعب الادبيه، واش تحب يزيد؟ رايح يقرا لك الدين من جانب ادبي، إعراب، نحو، صرف. بصح الفكر العلمي والقضايا العلمية المطروحة على الدين الإسلامي هذه ما عندوش الوسائل باش يجاوب عليها. فوالا. بالنسبة للحجاب خويا، هنا ثانيك الانتقاد تاعك على الموضوع هذا لازم ما حللتوش، نظن ما حللتوش. الحجاب في الجزائر فيه عدة مظاهر، يا بلوزيور فينومين. عندك الحجاب المرتضى اللي تلبسه المرأة بإرادتها، وعندك الحجاب المفروض عليها. احنا الحجاب المفروض احنا ضده، يا أخي أنا ضده، كما الإسلام المفروض. أنا نظن باللي يجي النهار اللي لازم يسأل كل مواطن جزائري أو غير جزائري من المحسوبين على المسلمين، هل أنت تقبل الإسلام؟ لازم كل واحد فينا اللي يظن باللي راهو مسلم يسأل نفسه، هل أنا أقبل الإسلام؟ هل نوصل للدرجة اللي نقول فيها رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا؟ غير هاد، أنا إذا ما وصلش بالنسبة لي الإنسان يجي في حياته يقول هذه الجملة، هذه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، بالنسبة لي الإسلام تاعنا بكل عليه علامة استفهام. الإسلام الموروث هذا كيما اليهودية أنا ما نمنش به، نمنش، نظن باللي الإسلام ناقص، واللي يحملوه حيكون دايما تعيس لأنه يحس بلي كاين حاجة فرضت عليه. بون، اذا الحجاب المفروض انا ما نهضرش عليه، لانه بالنسبه ليا ظاهره اجتماعيه الى اخره، وبالطبع بالنسبه ليا ما عنده حتى معنى، حتى يعني اللي تلبسه منش ما نظنش حتى انها تكسب عليه اجر ولا سيئه ولا حاجه، ماهوش بارادتها، مانيش عارفه بينها وبين ربي. ابخي دوكا انا نتكلم على الحجاب اللي تلبسه المرأة بإرادتها، وهذا يا اخي تحب ولا تكره جد منتشر في الجزائر منذ الثمانينات وظهور الفيس حتى اليوم اين هذا. كل يوم كاين آلاف البنات اللي يلبسوا الحجاب بإرادتهم، وساعات وانا نعرف بزاف بنات لبسوا الحجاب ضد إرادة العائلة نتاعهم، يعني الوالدين تاعهم كانوا ضد انها تلبس الحجاب وهي قالت لهم نلبس الحجاب. وفي هذه الظاهره بعد كاين بزاف في هذا الباب، هذا كاين ثاني بلوزيغ اكسبليكاسيون، كاين بزاف. عندك البنات اللي يلبسوه باقتناع ديني، عندك البنات اللي يلبسوه موضه لانه صحابتها بوك يلبسوا الحجاب قد غير هي تقول لك باش نكونوا في نفس الباب، وكاين البنات اللي صارت لهم صدمه في حياتهم الشخصيه او في المجتمع، كما عم بالك في بعد الزلزال تاع بومرداس والفيضانات تاع الجزائر العاصمه، كاين بزاف بنات لبسوا الحجاب لانه كان حدث ان تروماتيزم، حدث صدمه، والانسان يشيرش اون سبيريتواليتي، يحوس على اقتراب من حياه دينيه وروحيه اللي تخليه يتقبل هذوك الدراما اللي صرات. بون، نديرو اون اوتر فيديو باسكو قلت لي هذه.